ممكن قبل ما نخش في المباراة نتكلم بس سريعا عن 115 سنة، لأن احنا لازم برضو مع حضرتك نحتفل بهذا اليوم. حضرتك كنت جيل برضو يعني حضرت فيه كتير، وحضرت مش بس إنجازات، حضرت زي ما بتقال ups and downs، وجماهير كان ليها دور كبير، وناس عدت كلعيبة وإدارة. يعني كابتن عادل معيش، ممكن تاخدنا شوية لنوستالجيا ونتكلم عن برضو فكرة هنا إن احنا بنحتفل 115 سنة النادي الأكثر تتويجا مش بس في مصر وشعبية والشرق الأوسط، لأ أنت بتتكلم في العالم كله. شوفي حضرتك، هو 100 سنة دول احنا نادي القرن، فده يوحيلك ان الاداره اللي هي اجتمعت في نفس اليوم بتاع النهارده كان 24/5/2007 بيوحيلك انه النادي ده من يوم اول اجتماع مجلس اداره في نفس هذا اليوم واللي حصل في ماتش الترجي. ايوه شوفي اربطي بقى. ايوه صح، 115 سنه. ال 115 سنه دول سياسه حكيمه بيدار بيها النادي من غير انفعال، من غير عصبية، فعلا وقولا نادي وطنية، نادي دايما بيسعى للروح الرياضية العالية. الفوز والخسارة دي آخر حاجة بالنسبة له، لكن هناك مبادئ وقيم ومصل وأخلاقيات النادي على مدار تاريخه بيتبعها. وحصلت أيام حضرتك كتير برضو كابتن عادل. كتير جدا كتير جدا، ويعني أنا عشتها بكل حذافيرها في 85 الأولاد الأشبال لما كسبوا الزمالك، وكانت كلها حاجات قيم. وماتش الترجي بتختمي بماتش الترجي، يعني ال 115 سنة دول إنجازات سياسية رياضية. بالظبط، يعني سياسية بالزبط. رياضية واجتماعية. يعني لو بصينا للمبادرات والشغل اللجان المختلفة في النادي الأهلي والعناية الكبيرة اللي هم يعني بيقولوها لكثير من الملفات والأشخاص والفئات المجتمعية المختلفة، يعني النادي الأهلي عبر التاريخ ليه دور مجتمعي لا يقل بأي حال من الأحوال في أهميته عن دوره الوطني ولا حتى الرياضي. أكيد في الجوانب الاجتماعية هتلاقي إنجازات في كل حاجة طبعا. وإحنا آخرها الحاجات الكلية بتتعمل في التعليم والبرامج الدينية والحاجات الوطنية والمستشفيات والحاجات المختلفة دي كلها، إلى جانب أنك أنت دايما بتمد المنتخبات، إلى جانب النواحي الاجتماعية. أولا أنت أكبر نادي في العالم واخد بطولات، إلى جانب أن أنت أكبر نادي عنده شعبية في العالم. أنت عندك تعدي 100 مليون، ده دول جمهور نادي الأهلي غير المحبين. ثم عندك أكبر نادي في العالم عنده مقرات، عندك 4 مقرات، فين في العالم عنده 4 مقرات إلا النادي الأهلي بس. فدي كلها حاجات جمهور نادي الأهلي لازم يفخر بيها، ولازم يعمل حسابه أن طول ما أنت بتنجح أعدائك أو المتربصين بيك طبعا بيحاولوا أنه ينالوا منك طبعا بطرق غير شرعية طبعا. يعني أنت شايف أن في واحد مش كويس، طب حاول تقلده. لا، هو مش بيقلدكش، بيحاول أنه هو يعوق مسيرتك بكل الطرق. فطبعا كل الحاجات ديت، بس سياسة النادي الأهلي واحدة. شوف بقى كابتن عادل، وفعلا بتتوارث جيل ورا جيل. فعلا النادي الاهلي مش هنقول ان هو بيترفع عن الرد، ولكن هو بينتهج هذا النهج اللي هو فيه انا مش برد، انا الرد بيكون في الملعب، رد بيكون على الارض، انا لا التفت لما يقال. حتى فكره هنا التصريحات اللي بتبقى مختلفه، واللي قال لك الحصري عندي والحاجات اللي بنسمعها زي كده خاصه باللعيبه او بموسيماني او غيره، على مدار الاجيال اللي فاتت اللي بيبقى توقيت برده احنا بنبقى عارفين قاعدين وعارفين ان يلا ايه المنشط اللي جاي، ايه التصريح الحصري اللي طالع، حتى لا نلتفت لهذه الامور. حتى وصلت القصه للجماهير كمان، حضرتك تتفق معايا؟ طبعا اتفق معاك، لان في الاحداث الاربع شهور اللي فاتوا، يعني من يناير لحد النهارده شفناها كتير. لما كابتن الخطيب يطلع يقول النادي الوطنيه، فانت كل معظم العناصر الرئاسيه بتاعتك مع المنتخب. مين رئيس نادي ممكن يقول كده الا الخطيب والنادي الاهلي؟ ثم يروح يلاعب مونتيري بطل المكسيك من فرقه قويه جدا طبعا. 14 لاعب، امتى حصلت في تاريخ اي فرقه؟ حد بس يدلني. ردوا علينا يا جماعه، ردوا علينا. 14 كارنيه، كل العناصر الرئيسيه مش موجوده. المدير الفني قعد تردد طبعا على الاخ وائل جمعه انه يعني بيتكلم على موسيماني، قعد شهرين اللعيبه مش موجوده مع موسيماني. شهرين مدرب قاعد ما مش شايف لعيبته لمده شهرين طبعا.
فبعدين بيقول كروش مدرب هايل، مدرب هايل بالنسبه لك مش بالنسبه لنا احنا، انما موسيماني مدرب اكتر من رائع بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اللي بيحاول يضرب في النادي الاهلي من خلال موسيماني علشان الاداره تغير، الاداره مش هتغير، ولا هتغير اللعيبه ولا هتغير المدير الفني، والجهاز الفني بيبقى باقي، وعشان كده ربنا دايما بينصرنا لان احنا المبدا دايما بينتصر. بس هو برضه بنحس المبدا، رجوعا للكلمه اللي حضرتك قلتها، يعني ليه ده اصلا بيحصل؟ يعني ليه اغلب الناس ان ما كانش الكل من اعداء النجاح او من الناس اللي هي ايه بيركبها 100 عفريت مع كل نجاح جديد او انجاز جديد للنادي الاهلي بفرقه المختلفه مش بس كره القدم، طبعا ناهيك عن الفريق الاول لكره القدم، طب ما بربع المجهود ده يشتغلوا على نفسهم وربنا يكرم. ما يعرفش يشتغل ليه؟ هو لان الاساس عنده مش موجود. يعني ليه دايما الاسهل ان انت تهد اللي قدامك عن ما تحاول ان انت تبني نفسك عشان تطاول اللي قدامك؟ يبقى دايما الاساس يا كريم، الاساس مش موجود، علشان انا ابدا ان انا يبقى عندي مبادئ، المبادئ دي بتبقى من نشاه النادي لحد يوم القيامه. في ناس ما يعني ما بتكلمش على حد خالص، احنا بنتكلمنا في المطلق، بتكلم في المطلق يعني طبعًا. يبقى عنده الحاجه دي ناقصه، يعني متعودين مثلا ان ما فيش لعيب يروح اوضه مجلس اداره، ما فيش مدرب يروح اوضه مجلس اداره، مجلس اداره المكان بتاعه مقدس، مجلس الاداره ورئيس النادي اعضاء بيخدموا النادي مش فوق راسهم ريشه طبعا. فالمبادئ ديت والمسل ديت والدوله اللي تبقى اسمها العيله، عيله النادي الاهلي اللي موجوده ديت، مبادئها موجوده من نفس اليوم ده اللي اتنشا فيه النادي. وبالتالي النادي اللي بيبقى فاقد الحاجه ديت هيجيبها منين الا اذا يعني حصلت معجزه. لان انت عشان تغير المنظومه عايزه شغلانه تانية ومبادئ تانية وشغل تاني كبير جدا، ما بيجيش، لان بتبقى دايما الجمعيه العموميه بتختار بعنايه، بتختار طبعا بشكل رائع، بشكل فيه مصلحه البلد ومصلحه النادي. صحيح. الحته دي في بعض الانديه ما بيبقاش عندها الحته دي، فانت علشان تصلح الحته دي مش هتصلح الا بالمنظومه كلها تتغير.